أهلا بكم جميعا، هنكمل مع بعض في الجزء الثامن من دور التعلم برنامج الرفد المعماري 2024، وهنستكمل مع بعض باقي مجموعة أوامر التعديل على الحوائط في برنامج الرفد. تابع معنا الشرح. الأمر اللي بعد كده معايا إن أنا لو عايز أقسم الحائط بتاعي في أمر اسمه سبليت إليمنت. لو جيت اخترت الحائط وليكن الحائط ده عايز أقسمه، أختار الأمر بتظهر معايا حاجة زي السكينة. بمجرد ما اقرب من الحائط واضغط كليك كده، لاحظ ان الحائط بتاعي اتفصل معايا. يعني لو جيت اخترت الحائط ده هلاقيه انفصل تماما عن باقي الحوائط، اقدر ان انا احركه واتحكم فيه براحتي، او ان انا اديليت الجزء ده كنترول زد زي ما انا عايز. الامر اللي بعده اسمه سبليت ويز جاب. يعني ايه ويز جاب؟ يعني يسيب لي مسافه بعد ما اعمل سبليت. لو جيت اخترت الامر وجيت اخترت الحائط ده ضغطت كليك، لاحظ ان هو قطع لك الحائط ده من الحائط ده، ولكن ساب لك مسافه بينهم، ولكن هما ما زال مرتبطين ببعض. لاحظ ان في قفل هنا، يعني لو جيت حركت ده هيتحركوا مع بعض بنفس المسافه، لو جيت حركت كده هيتحركوا مع بعض بنفس المسافه. لو عايز الغي الاتصال اللي بينهم ده، طب لو عايز الغي الاتصال اللي بينهم ده يعني ما اخليهمش مرتبطين مع بعض زي ما انا شايف كده، احركهم مع بعض يتحركوا، لا عايز الغي. شايف القفل ده؟ اضغط عليه، تعال اختار هذا الحائط وحركه هتلاقيه اتحرك معاك. اختار هذا الحائط وحركه هتلاقيه اتحرك معاك. يبقى ده كده الفرق ما بين سبليت element وسبليت ويز جاب. يا رب يكون الفرق وصل. الامر اللي بعد كده معانا وهو امر سكيل، هنلاقيه موجود فوق اسمه سكيل واختصاره ار اي. لو اخترنا هذا الحائط وجينا ضغطنا على امر سكيل هنلاقي في خيارات ظهرت معانا، في جرافيكال وفي نيوميريكال. لو اخترنا نيوميريكال وجينا جنبها في سكيل، لو كتبنا السكيل ده خليناه 2 وجينا اخترنا الحائط ده هنلاحظ ان الحائط ده اتعمل له سكيل بمقدار القيمه اللي انا دخلتها. ده باختصار امر سكيل، امر طبعا مش بنستخدمه كتير يعني، بس انا حبيت انوه عنه. تمام. اخر امر معانا وهو امر اري. امر اري اختصاره اي ار. لو اخترت هذا الحائط وجيت اخترت امر اري بيظهر برضو معايا مجموعه من الخيارات. عايز اعمل اري للحائط ده كام قيمه؟ عن طريق النمبر اللي موجود فوق ده اقدر اقول له انا عايز اري بمقدار 10. لو جيت ضغطت كليك على الحائط وضغطت كليك مره اخرى هيتعمل لي اري بمقدار 10 زي ما هو واضح قدام حضراتكم. بعد ما رسمت الاري ده اقدر اغير برضو في القيمه، حاليا هي 10، ممكن اقول له 50. انتر. لاحظ اتعمل معايا 50 حائط على مسافة متساوية. امر اري امر مفيد جدا، بيفيدنا في ان احنا نعمل حوائط متكررة او اي حاجة متكررة يعني بسرعة. لو اخترت اي امر منهم اقدر طبعا اتحكم فيه براحتي زي ما انا عايز. ده كده مجموعة اوامر التعديل اللي حابين نتكلم عنها اللي بتفيدنا في الشغل في برنامج الريفت. يا رب يكون الفيديو مفيد، يا رب يكون قدرت اوصل كل معلومه حضرتك محتاجها في هذا الفيديو. في الفيديوهات القادمه ان شاء الله هنكمل في امر الحوائط ولحد ما نغطي كل الامر كامل مكمل، بحيث ان اي معلومه بتدور عليها ان شاء الله تلاقيها في الفيديوهات بتاعتنا. اشكركم، نلتقي في فيديو اخر. ما تنساش الاعجاب بالفيديو ان شاء الله. اشكركم، نلتقي في فيديو اخر باذن الله تعالى.